بابا جبت الشهاده. اوه كونجراتيليشنز. ومحمد زميلي برضه جاب درجه حلوه. كونجراتيليشنز. وعمر برضه جاب درجه حلوه. كونجراتيليشنز. مفيش كونجراتيليشنز ولا ايه؟ سمعتك. قصدك ايه؟ بابا يعني خلاص ما عندوش غير تعبير واحد يقول؟ لا. اه عندي طبعا، بس على فكره انت معاك حق. To sound more natural like native speakers لازم يكون عندك تنوع حصيلة لغوية تأهلك انك ما تردش على الناس بنفس الرد، لأن الرد على الناس بنفس الطريقة بيصيب الإنسان بالملل. ففعلا علشان ما تكونش في إنسان ممل لازم يكون عندك تنوع في الرد. تعالوا كده مع بعض نشوف بعض التعبيرات اللي ممكن نستخدمها وما تخليناش يعني نحرق كده لما بنيجي نكرر كلمة زي congratulations. صح، كلمة congratulations كلمة جميلة، لكن فعلا الودن بتمل. فمن أحد العبارات الجميلة جدا اللي أنا دايما أستخدمها لما أجي أقول لواحد مبروك أقول له way to go. way to go. say it. way to go. way to go. way to go. way okay to go. لما واحد يكون أداء كويس تقول له keep it up. keep it up. keep it up. keep it up. okay. أو لما واحد يكون أداء كويس وزي ما أحمد كده ماسك الشهادة بيقول لك إيه keep up the nice work. أحمد keep up the nice work، يعني منها للأعلى إن شاء الله، خليك مواصل ومحافظ على الأداء الجميل ده. now you have it. now you have it. يعني الحاجة اللي أنت كنت بتحلم وبتخطط وبتتعب عليها now you have it. okay. بعد كمان who can beat you. مين يقدر يغلبك بقى دلوقتي؟ nothing can beat you. مفيش حد يقدر يغلبك. okay. عندي برضو تعبير جميل جدا يا أحمد، that was first class work. that was first class work. يعني هذا عمل من الدرجة الأولى، حاجة جميلة جدا. وإحنا كده يا شباب لما بنيجي نقول لواحد مبروك نقول له أحمد congratulations، مفيش مانع أبدا إنك تقولها بس المرة. أو way to go. التانية keep it up. keep up the nice work. now you have it. that was first class work. that was first class work عبارة جميلة جدا. عندك حاجة تانية تقدر تقولها؟ زي ما قلنا التعبيرات دي مهمة جدا، لازم تتعرفوا او لازم تعرفوا ازاي تقولوها دايما لما تيجي تهني واحد. طب بما انك بقى كنت زعلان في البداية كده قول لي كده الموقف تاني من الاول واحنا نحاول ان احنا ننوع كده. طيب okay. انا جبت درجة كويسة. now you have it. congratulations. محمد زميلي برضه جاب درجة كويسة. way to go. way to go. عمر برضه جاب درجة حلوة. that was first class work. congratulations. اوكي كده مبسوط يا سيدي. يلا بينا، يعطيك العافيه الاول. thanks a lot. thanks for watching.